الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة معنا في حلقتنا حاجات مهمة للغاية، نستعرض مع حضراتكم أبرز ما جاء في ملفات مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا استعدادات النادي الأهلي لمباراتي اعتزال حسام غالي مع أياكس أمستردام يوم الجمعة القادم، وأيضا كامبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا. في البداية برحب بضيفنا الكبير والكاتب الصحفي ورئيس تحرير قناتنا الأستاذ عصام شلتوت. مساء الخير يا فندم، منورنا. أهلا بيك أستاذ محمد، منور وقناة الأهلي، يعني مزيد إن شاء الله من التألق الفترة الجاية، والملفات زي ما أنت قلت كلها هي بدأت إن شاء الله تبقى عامرة بما يسمى تنفيذ كل ما كان تحت عنوان عائلة الأهلي، برنامج الكابتن محمود الخطيب. ربنا يا رب يتم شفاعه على خير، وطبعا المجلس المحترم اللي معاه وكل القطاعات التنفيذية بإذن الله. أنا عايز أبتدي بتهنئة كابتن الخطيب لفريق كرة اليد. ألف مبروك لفريق كرة اليد، حصل على بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، استمرار الإنجازات واستمرار البطولات. وكان على اتصال بالكابتن عاصم حمال مدير فني لرجال اليد للتهنئة بالفوز والتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ونقل له تحية مجلس الإدارة. كابتن الخطيب دايما حريص على التواصل سريعا مع الأجهزة الفنية في البطولات. هكذا اعتاد يعني كابتن محمود الخطيب، واللي الناس الأهلي، شعب الأهلي، جمهور الأهلي، ويمكن كل الجماهير العربية وقبلها المصرية طبعا بتقول عليه محبوب الخطيب، من كتر ما الرجل يعني دائما ما يعني يهتم بنفسه بأدق التفاصيل، فما بالك بقى وأيضا معاه مجلس كلهم من مواليد النادي الأهلي في أعمار مختلفة، لكن بكل تأكيد مواليد النادي الأهلي، شهادات ميلادهم الأصلية حمراء. ومن ثم لابد أنه يبقى متيقن أنه هو ده العرف في الجمهورية الحمراء، أنه لازم دايما تقف علشان تشيد أولا بأنك مصر على الأداء بطريقة أهلوية، والأهم أن تراعي أدق تفاصيل يعني إيه الشعار، ثم تأتي النتائج. مهمة طبعا مهمة، لكن لا يتعامل الأهلي أبدا مع النتائج. عشان كده مع الفوز جنبا إلى جنب مع فرقك وكل العاملين في هذه الجمهورية العظيمة متمسكين بشعار ومبادئ النادي الأهلي، بيأتي للفوز طعم آخر، لأنه بيبقى نتاج أنك خدت كل الضوابط دي، خدت على اعتقك انه يكون الفوز مقابل المبادئ ولا شيء اقل من ذلك. يعني فاستاذ عصام برضو احنا عايزين ننوه للساده المشاهدين، كابتن احمد شوبير كان تعرض لحادث سياره، ولكن الحمد لله يعني الامور على ما يرام، والان بيقدم الاستوديو التحليلي في قناه النيل الرياضه، وانا قابلته شخصيا، اطمنيت عليه والحمد لله هو كله تمام، ولكن هو حادث سياره. فالموضوع يعني الحمد لله تمام، عشان لما تم نشر الخبر كان في ردود افعاله طبعا عائله كابتن شوبير اكيد قلقت، لكن الحمد لله هو بخير وسلامه بيمارس عمله بصوره طبيعيه. برضه طمنه، ما انا حاولت قبله قبل ما نطلع الهواء، لكن كان هو بدا الاستوديو. الف سلامه طبعا على كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد شوبير. طيب عايزين نستعرض ملفات مجلس الاداره. امبارح كان في جلسه ممتده لمجلس إدارة النادي الأهلي، فيها العديد من ملفات، ملف الكورة وتكليف المهندس خالد المرتجي برئاسة بعثة فريق نادي الأهلي المتوجهة إلى الإمارات عشان اعتزال حسام غالي. عايز أعرف من حضرتك أبرز ما جاء في هذا. مباراة أياكس طبعا يعني كان ضمن قرارات المجلس، هو فكرة أن يكون هناك رئيس البعثة وهو السيد خالد مرتجي. ومن ثم قبل ما نتكلم طبعا عن المباراة، الناس شغلها قوي في القرارات، الكرة الحمراء راح على فين. على فكرة السؤال يطرح خطأ، سؤال حسام البدري مكمل، حسام البدري مستمر، حسام البدري موجود، حسام البدري مش موجود. السؤال بيطرح بطريقة خاطئة. ليه يا فندم؟ لأنه هكذا هو العرف، إما أن تتحدث عن كتلة يعني نتائج أو حسابات منطقية، الأندية كلها ماشية كده ما عدا الأهلي، إلا إذا استوى أحيانا بغيره. لكن لما بتعود هذه الكتيبة زي ما قلنا من مواليد الأهلي للقيادة، هتلاقي ده حصل مع المايسترو، وحصل مع الكابتن حسن حمدي ربي يديله الصحة، والآن يحدث مع الكابتن محمود الخطيب، إنه الأمور تبقى في نصابها. الفكرة مش محددات بالأسماء، لكن محددات بالعمل. يعني الملف الإنشائي بدأ بالفعل في مدينة نصر وفي الشيخ زايد طبقا لجدول القائمة، ومن ثم ملف الكرة الآن.
عايز اقول لجمهور النادي الاهلي ان ما اعلمه وعلى يقين منه ان هذا الملف يدرس بعنايه من لجنه الكره، من الكابتن محمود الخطيب باعتباره موكل من ايضا كل المجلس بالاشراف او النظر في شان كره القدم تحديدا، ومن ثم الاهلي او مجلس الاهلي يفكر مش في تغيير جهاز فني، في تغيير منظومه كره القدم. نعم. كان النادي الاهلي يبان تسلسل الكابتن محمود الخطيب مر بمناطق كثيره في طريقه للمس العالميه. نعم. الان يريد محمود الخطيب والذين معه ان يستكملوا الاقتراب من العالميه، لا والهبوط على سطح العالميه زي ما بيقول الناس تطلع القمر. وبالتالي هكمل لحضرتك، وبالتالي الموضوع يبقى تغيير طريقه العمل في الكره الحمراء، يعني جهاز فني كبير جدا من حتى العدد، لانه هيبقى في اخصائيين تغذيه نفسي بدني احمال مخطط، الراجل اللي بيفك الطلاسم ده بيسموه اللي هو المحلل، كل دول موجودين ولكن هيتم اضافه عدد لا اقصد على احدث الطرق بقى، يعني ما اقصده مش انه دي فرائض غائبه لا، لكن كمان في حد بيقعد فوق يشوف الرصه، بنشوفه مع كل الفرق العالميه. الاهلي يفكر هكذا الان. جنبا الى جنب مع الرجل المدير الرياضي كابتن عبد العزيز عبد الشافي اللي عنده بقيه المنظومه الكرويه اللي بتصب في الاخر عند لجنه الكره، وهذا يعني انه التسلسل العمل ده هيمتد حتى قطاع الناشئين والشباب وهيمس الاكاديميات كمان. نعم. يعني هتلاقي الفرق، واعتقد انه ده ضمن احلام الخطيب الكرويه. ليه؟ لانه هذا هو المنظومه الدوليه، او هذا هو ما يضعك في المنظومه الدوليه. يعني 11 سنه حضرتك شبهتني ببرشلونه واياكس وبايرن ميونخ. الله عليك. 11 سنه بيلعبوا 4-4-2 لان الفريق الاول بيلعب 4-4-2. نعم. الولاد في الاكاديميه بيتعلموها هجوميه في شكل اداء يوديهم ل 4-4-2 لان الفريق الاول بيلعب 4-4-2، فيطلع الناشئ بالترابط اللي موجود حافظ مكانه وايه والى ادواته وحافظ ناديه. نعم. زي ما بنقول على مبادئ النادي الاهلي. نعم. كل مواليد النادي الاهلي، لاعبين، جمعيه، جماهير، حافظوا هذه المبادئ. ايضا اللاعبين يحفظوا طريقه الاداء. محمود الخطيب موجود قبل كده ضمن لجنه الكره، فعلوها مع القطاع وجابوا الراجل كورفر. نعم. العظيم ده، وكان يفترض انه يربط مع الفريق الاول. التجربه في كل الاحوال لم تكتمل. الان ما المح أن تجربة عالمية تليق بالأهلي، أربط بقى مع حلم الاستاد العالمي، أربط بقى مع باقي الأحلام، هتلاقي أن هذا هو ما يفكر فيه مسؤول كرة القدم في النادي الأهلي، مش محمد ولا عصام ولا حسام ولا مانويل. منظومة طبعا، منظومة بكل تأكيد. وحضرتك بتأكد، يعني مثلا حينما جاء مستر كوتي في السبعينات كانش في فرقة بتسخن إلا جوه أوضة اللبس. أول واحد طور هذا الاداء او ادانا نقله العالميه كان مستر كوتي. كان التدريب 3 ايام. نعم. بقى كل يوم، بقى اصبح كل يوم، يعني على في مباراه كامل. حصلت فيها همهمه، ربنا. نعم. يا رب يدي الكابتن خطيب الصحه، في مباراه اهلي وترسانه عرف التسخين جوه ده. نعم. كان لسه اول مره مستر كوتي، فالفرقه خرجت يجي 20-25 دقيقه. نعم. حصلت همامات والاهلي انسحب. نعم. ايه الجري اللي يجريوه 25 دقيقه دي؟ بيعملوا الناس ايه؟ الناس كانوا جوه في الممر في استاد القاهره، ثاني. نعم. ماد مش. نعم. عارف ايه وكريمات دي اللي. أيوه. اللي بتسخن العضله ودمتم، وبالتالي حصلت نقل ضمن المنظومه الجديده ان شاء الله كمان، اللي هي فرقه 23 سنه. نعم. فريق الامل، فريق الرديف اللي اتعامل برضه في النادي الاهلي. نعم. مع العظيم الراحل محمود الجوهري، وكان هو امداد الفريق الاول. اذا النادي الاهلي هو ترمومتر الرياضه المصريه وكره القدم. برضه نفس الشيء في الثمانينات حينما جاء مستر فايسا 3-5-2 كل مصر لعبتها. مؤكد. مستر الين هاريس في التسعينات 4-4-2 كل مصر لعبتها. كانش لسه يعني في بعض الكلام بيتقال ان ايه ده المدرب الفلاني، طبعا مع كل الاحترام والتقدير، هو اللي جاب 4-4-2 مصر. لا، الين هاريس في التسعينات اول من طبق طريقه 4-4-2 وارتضى وثقف حتى الجمهور انه 3-2 مش حكايه. ما انا بقول لحضرتك. نعم. والناس ما كانتش بتقبل فكره 2-1 و3-2 و4-3. نعم. بقى يقول لهم لا، زي ثقافه الطريقه دي. نعم. ان تحرز فيحرز ايضا في مرماك اهداف. كان شغال في طاقم عمل في برشلونه فخد الفكره وجي طبقها هنا ونجحت. نفس الشيء بالنسبه لمستر مانويل 3-4-3 اول من ادخلها. الاهلي يقترب دائما من حاجز العالميه. نعم. لكن أنا على يقين، وكل من وضعوا ثقتهم في قائمة الكابتن محمود الخطيب
متأكدين أن الاختيارات بدون هوى، أن الجديد هو أن تهبط طائرة الأهلي بقى على سطح العالمية، مش بس تلف وتدور حولها. أستاذ عصام، أنا هنتهز فرصة حضرتك موجود معنا، لماذا في الآونة الأخيرة بعض وسائل الإعلام بتحاول تصدر لنا أزمة؟ يعني حتى لما بيجي يتحدث عن النادي يقول لك أصل في أزمة في النادي الأهلي دلوقتي، أصل في أزمة إن النادي الأهلي تعادل أمام الترجي وهزم أمام الأسيوطي وخسر أمام الزمالك، ودي بقى لها 11 سنة. هي ليه دايما بيصدروا أزمة على الرغم إن لو اتكلمنا بالمنطق وشاف السيزون على مداره النادي الأهلي محقق أرقام ما حدش حققها من قبل؟ هي حسابات التعامل بالقطعة من الإعلام، من المنافسين، من أي حد، هي حسابات التعامل بالقطعة. وعشان كده اعتاد الناس في مصر وفي عالمنا العربي وفي القارة الأفريقية أيضا أنه النادي الأهلي لا يعترف من أساسه بترحيل مدرب أو حتى الاستغناء عن مدرب نتاج مباراة أو كتلة من المباريات أو حتى بطولة. تخيل، المهم هو محقق قد إيه من النموذج المطلوب، المهم هو جوه السيستم ولا لا، المهم الهدف أو التارجت أو المستهدف، الشغل شغال في الطريق للوصول إليه ولا لا. ما عدا ذلك يحترم دائما المحترفون، والأهلي طبعا على رأس هذه القائمة على الأقل في الشرق الأوسط وإن شاء الله عالميا. هو أيضا يحترم عقوده، وماذا تعني احترام العقود؟ مش المدد بس، إنك أساسا اخترت كويس. وبالتالي مش هيهزك صوت. يعني كابتن محمود الخطيب من الذين يعون جيدا أن حق الجماهير أن تسعد مع منظومة المؤسسة الحمراء، ولكن لا يمكن أبدا الاستجابة للجمهور في فكرة غير، بدل، عدل، حتى أثناء المباريات نزل محمد بقى، نزل عصام بقى. لا، الشغلانة دي في الأهلي صعب أصلا تخيلها. فما بالك الأهلي هو من وضع ضوابط أن النادي الأهلي له استراتيجية، وأنا المدرجات ولو حطينا جنبها بعض الإعلام زي ما أنت قلت اللي بيحاول يصدر مشكلة، لا يدير المؤسسات، لا المدرجات ولا بعض الإعلام يدير المؤسسات. يا إما يبقى ما فيش مستهدف، يعني يبقى الطاولة أو الترابيزة أو حجرة المجلس أو حجرة الإدارة لم تنتج بعد اللي يخليهم متمسكين بتنفيذه. عشان كده مع أول منعطف، مع أول ملف، بتلاقي إيه الحكاية حدفت منك شوية، زي العربية اللي عايزة ظبط زوايا، وده اللي غير متاح في النادي الأهلي. الدليل مش الموسم ده، الدليل النجمة الرابعة اللي هي كل واحدة فيهم بكتلة 10 سنين، الدليل أنه الأعلى تتويجا في العالم، ينفسه أوروبيين بقى مش أي حد، الدليل لهذا الكم من دولاب البطولات. ما حدش بقى يقول أنه ده بيحصل في ظل أزمات، يعني مستحيل يعني. الدليل أن النادي الأهلي حتى وفي ظل غياباته كان نادي الترجي التونسي هو الأقل فرصا، وهو اللي ملوش فرصة على مدار الماتش كاملا، وهو بيلعب فول تيم منتخب تونس. نادي الأهلي عنده غيابات ولكن هو الأفضل، وحتى له هدف ملغي مؤكد. هو شوف، يعني الترجي لم يكن في أفضل حالاته، والأهلي أيضا، لكن لن يتم التعامل على قطعة قطعة، ولا شوط شوط، ولا هدف هدف. يعني إذا فاز الأهلي، وأنا بأكد لك والناس كان نفسها كجمهور الأهلي يكسب 1-0 2، أي نتيجة يعني؟ أيضا الإدارة الحمراء لم تكن لتغير رأيها في ملف كرة القدم. لو خسر الأهلي مش بس تعادلة، أيضا لم تكن لتغير فكرها في المنظومة، في التفاصيل، في الملف المفتوح الآن. واللي أنا مش قادر أقول للناس بعدكم، لا، المجلس هو اللي بيعد، لكن بضمانة إن احنا يعني نستطيع أن نعلم جزء مما حدث. إذن حضرتك وضعت لي إطار، هذا الإطار إن النادي الأهلي بصدد أخذ خطوات للتواصل أو منافسة أبرز وأكثر الأنظمة احترافا في العالم. شكرا، لأنك قلت الأنظمة مش الفرق. الأنظمة أولا أنظمة احترافية على مؤسسية احترافية تولد فرق ونتائج. مع السلام عليكم. موضوع سهل، والدليل أن الأهلي لم يجر يعني أزيال الحسرة على عبد الله السعيد ولا على غيره، حتى بلاش انه وقع ما حصلت، يعني حتى لو اعتزل نجم النجوم وتاني لازم نرجع كل شويه لاسم الكابتن، ربنا يديله الصح، كابتن عايز عبد الشافي، مصطفى عبده، ايا من خرجوا من الملاعب طواعيه، ايضا لم يقف الاهلي كثيرا. يعني بيبص على بلان بي على طول، طبعا الخطه البديله اصلا. عندك الخطه مستكمله او بلان بي ده مع ما يسمى ازمات مفاجاه، مش ازمات زي اللي حضرتك بتقول لي الناس بتحب تصدرها. لا،
ازمات مفاجاه، مطبات مفاجاه، انا رايح الطريق الصحراوي فوجئت ان والله دي وما حطولناش في الاذاعه ان في اصلاحات. نعم. على طول عندي بلان بي، حافظ الصحراء، عارف اخش منين على الجي بي اس، هو ده النادي الاهلي. نعم. المفاجاه فقط معدلها بلان بي في اداره ازمات. الناس اكيد هتفتكر كويس قوي ان ضمن البرنامج على اعلى مستوى اداره اسمها اداره الازمات. نعم. انا لو من النادي الاهلي اكتب جنبيها المفاجاه، لانه مع سيستم احترافي الازمات لا تاتيك الا مفاجاه، لن تاتي ازمه انت مش مستعد لها. نعم. لانه هي الازمه بتبدا بايه؟ بشيء ما، موضوع ما خارج تصورك. لا اظن ان الاداره الحمراء، انا عايز اسهلها على المشاهد، يعني كان انا كمدرب ماذا سيحدث لو دخل فيها جول؟ صحيح. ايه الخطه اللي انا حاسبها؟ انا قاري الجيم، مش لسه اقول للولاد ما تخافوش. نعم. ما يهمناش. نعم. لا ده انا من بدري قايل لهم لما بيجي فينا جون يا اولاد بنعمل كذا عشان نجيب جولين. نعم. بنعمل كذا عشان نتعادل اولا ثم نجيب ثلاث اهداف. بلان بي انا مستعد له، انا مجربه، انا مدبره، انا عامل له كل ما يمكن ان يكون محطات للتنفيذ، وبالتالي ما حدش يزعل مني. مفيش مفاجآت في النادي الاهلي، مفيش انعطافات خطر في النادي الاهلي، مفيش منحنيات يقول لك هدي السرعه، لا، لانه من الاول ضابط سرعته. ودي حاجه من الحاجات اللي بتؤكد وبتؤسس الفكر الاحترافي اللي النادي الاهلي ادخله على الرياضه المصريه، وليس فقط على منظومته، وايضا المنظومه الافريقيه لا يوجد بها احتراف اكثر من احتراف النادي الاهلي في التعامل، وحتى باشاده الاجانب. هم نفسهم بيقولوا ده وبيسعوا لده، ودايما بيقدموا الاهلي كنموذج. حتى يعني حتى فكره لجنه الانديه وان يكون ليها راي هي بدات حمراء ايضا. نعم. ومن ثم بدايات التكريم كان الاهلي الاعظم والاهم اللي تسلمها كابتن صالح سليم رحمه الله المايسترو، وهي ايام نتذكره فيها طبعا بكل الخير، ومبادئ الاهلي وليست مبادئ صالح زي ما الراجل كان بيحب يقول. نعم. رحمه الله. لكنه كان معاه مين وهو رايح؟ كان معاه محمود الخطيب. نعم. باختياره، لانه يعي تماما ان الكاف دائما ما يؤكد ان محمود الخطيب هو امهر من لاعب كره القدم. مش الكاف بس، ده الاتحاد الاوروبي في يورو 2000 تم دعوته. لا دي حاله تانية. بكلم حضرتك يوم ما تسلم الاهلي. نعم. نادي القرن. نعم. كان الخطيب هو المدعو الوحيد خارج اطر الرئيس. نعم. اللي هو الكابتن صالح سليم رحمه الله، وبالتالي هذه هي المنظومه اللي دايما بتبقى على خط المواجهه. انقل بقى على الاتحاد الاوروبي والدعوات دي جايه منين؟ من هذا الصيت. نعم. من السمعه دي، من اللقاءات اللي بتجمعهم مش بس فريقين، مش ريال مدريد والاهلي، ادارتين. نعم. ازاي بيلتقوا الناس؟ ازاي بيتفاوضوا معاهم؟ ازاي بينقل عنهم؟ ازاي بيبقى في توأمه؟ ازاي بيطلب منه معايشه قبل ما حد يتصور ايه حكايه المعايشه دي؟ ومن ثم تبقى المنظومه دي. عشان كده الاعلام يفترض أن ينادي أنه ما ينفعش الأهلي يغرد خارج السرب إلا فيما هو مبادئ ومنهجية واجتهاد أبنائه، لكن لازم يطالبوا بنفس الحجم الاحتراف في باقي المنظومة الكروية في مصر، ومش عايز أقول في الوطن العربي وأفريقيا، لأنه ما لازم الزمالك يصحى، ولازم الإسماعيلي يصحى، ولازم ولازم. الأهلي لا يحب أن يعيش في ظل أن ينافس نفسه. محمد، دي عادة برضو أهلاوية على فكرة. نعم. بتحب حضرتك أن تشوف منافس عشان تعرف المستوى الحقيقي، مؤكد بناء عليه يتم مؤكد تطوير أو وجود إظهار المشاكل عشان تحلها في القدم. برضو على الجانب الآخر يا أستاذ عصام، أخذ حضرتك أن النظام أو برنامج عائلة الأهلي ماشي في إطاره، في جدوله الزمني، موضوع الإنشاءات وباقي الحاجات، بدأت من 3 أيام بالضبط في مدينة نصر امبارح، واول البدايه في الشيخ زايد، على ما اعتقد انه ربما خلال ايام رمضان هيبدا العمل في الجزيره. نعم. ثم باقي الملفات. طبعا الناس عارفه ان عربات الجولف وصلت لكبار السن وكذا. لا الحاله اول ما تخش من النادي بتشوفها. انا بقول لحضرتك الحاله ايه؟ الحاله اسمها يعني الخطه تنفيذ، ما فيهاش. نعم. بقى لسه الخطه دراسه، الخطه. نعم. تنفيذ. نعم. الشغل شغال، والرجل الحقيقه يعني يقصو على نفسه عشقا في ناديه، فيقطع رحله علاج علشان يجي، مش عشان يؤسس لفكره ان في ازمه فجاه، لا، لان هناك ميعاد لبدء الاشياء، فاضطر انه يقطع نصف العلاج ويجي علشان يحضر الاجتماعات التنسيقيه مش التحضيريه. نعم. لاستكمال منظومه العمل. ودي حاجه من الاسس المهمه جدا. عايز اخد حضرتك، طبعا النادي الاهلي بيودع واحد من اهم الكباتن اللي موجوده على تاريخ الساحه المصريه، حسام غالي، واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، عنده عشره عمر مع النادي الاهلي، قصه كفاح
لما الواحد بيسمعها بيتعلم، لان دايما الواحد لازم يتعلم من قيمه واحد زي حسام غالي. في ناس كتير بتفتكر ان لاعب انه يصل بهذه يعني القدره وهذه طبعا النجوميه بيبقى الدنيا سهله، لا الدنيا كانت صعبه جدا في مشوار حسام غالي. كيف ترى اعتزال حسام غالي؟ وايضا عايزين نعرف كواليس اكبر عن مهرجان اعتزال. احنا مش هنقول وداعا، احنا هنقول لقاء، يعني اكيد حسام والاهلي كلاهما يستعد لتلاقي جديد ومهمه جديده للكابتينو، قد تكون في الاداره. اعتقد انا شايفها لايقه على حسام غالي اكتر من التدريب، يعني الاداره نفسها. فهنقول لقاء، بس لقاء جديد بقى، حسام هياخد المفاتيح ويلعب دور يعني اللي بيجي يفتح الباب مش اللي بيفتحوا لهم الباب ويشوفوهم اللي هم الولاد يعني. نعم. انتقل من مرحله الولاد لمرحله احد المسؤولين قريبا طبعا ان شاء الله. هو مسؤول في الملعب، قائد في الملعب، ما هو مالين يعني اختيار، مش بعيد اختيار جه منين؟ مش بس من الشاره، الشاره مش بالتدرج، الشاره بالسمات كمان. نعم. مش بس التدرج. ومن ثم هتلاقي انه حسام غالي فعلا مأثر مع الناس كلها قوي فراقه، حتى لو كان هناك من هم أمهر منه ورحلوا، لكن حسام يبقى حالة خاصة مع جمهور الأهلي. هو لاعب بطعم الجمهور، هو نجم بطعم المشجع، ليه كده حاجاته الخاصة جدا جدا مع الفانيلا الحمراء يعني. النموذج للشباب متغرب من صغره، ومع ذلك لم تأخذه يعني الشهرة على يسار الحياة. يعني لما تحدث ودور كابتنين الشربيني ما كانش له فرقة، ما انا بقول لحضرتك، وما كانش بينزل التمرين، وما كانش في بعض الأوقات بينزل تقسيمة. ما شاء الله انت شايف اهو بنفسك ومتابع ده كله يعني، ورغم عن ذلك تحدى وصبر ووصل، ودي حاجة من الحاجات الصراحة اللي الواحد ما يعني بانت في دموع بكائه وهو بيقول. الكابتينو مش من فراغ، الكابتينو عشرة، وانا تحديدا رافقت الجيل بتاع حسام غالي من هم ناشئين، انتهاء معاهم معسكرات ومعسكرات، وانتهاء بقى كمان كمنتخب، ولما رحنا وجابوا البرونز، واحدة من اهم البطولات اللي خدتها المنتخبات المصرية، برونز كأس العالم للشباب، وكان الحقيقة فرحة عمري انا وقتها، لان كنت بحبهم وكنت واثق فيهم. اتغلبنا في الافتتاح، اول واحد كلمته ساعتها لو هو فاكر حسام غالي، قلت له لم التيم ده يا حسام، انت سيبك من ان انت يعني نجم الفرقه، لا انت اكتر حد عندك ثقل في فهم الكوره حسام، عشان خاطري. حتى الكابتن شاوي غريب قال لي انت نشنت على حسام اشمعنى يعني، قلت له انا عارف انه هيقدر يظبط ده كابتن شاوي. زي ما قلت لك لا تحتاج لي ان الناس تبقى زعلانه، ممكن حسام هو اللي متاثر، دموعه هي دموع المحب، لكن الناس تبقى فرحانه ان في اضافه اداريه ان شاء الله في قادم الاحوال للنادي الاهلي. برضه هقول لحضرتك يمكن تشرفت يعني ان انا اكون من جيل حسام غالي في كره القدم، فحسام غالي ولما كنا بنشوفه من اللعيبه القليله، سواء انت معاه في الفرقه او منافس، حابب الكره تروح له طبعا، لانه هيعمل حاجه جديده، فرجه، هيعمل حاجه فرجة جديده، وبعدين الشخصيه دي، وبعدين ما شاء الله هو اوروبي لانه حريف وقوي، دي ما كانتش موجوده يعني، كان قبل كده ستايل اللعيب يا حريف يا قوي، ضعيف بدنيا يا قوي، وما عندوش تلك المهاره العظيمه. الحاجتين دول فعلا وما شاء الله شكله، فانت فعلا زي ما هو كابتن ميمي الشربيني وصفه، واستاذنا الكبير كابتن ميمي الشربيني يعني غير استاذنا في التعليق وفي الاعلام في كره القدم، مؤكد. فما يقول ان اللعيب ده اوروبي، فعلا كان له مواصفات اوروبيه يعني، وظهوره مع النادي الاهلي احنا ما كناش متفاجئين ان حسام غالي يطلع هو في 2001 يكسر الدنيا. لولا عصبيه مفاجاه، هو اوروبي، انت ما قلتش حاجه بعيده يعني، كانوا مختارينه لوحده كده انه ينفع يبقى اوروبي. ولو انت فاكر لعب على طول في الدوري الانجليزي، نعم ده حقيقي، فترات اختبار وكذا، راح توتنهام لاعب، لولا عصبيه كده يا للاسف انه استكملها، وده لانه في فريضه غائبه انا ما اقدرش الومه، اللي هي اسمها مدير الاعمال. وهذا ضمن ما يفكر فيه النادي الاهلي، النادي الاهلي في اللي جايب عايز يعرف مين وكيلك، مش وكيلك السمسار، انا اسف، اللي بيدير، من يديرك، بيدير من يتحدث شغل معك، من يؤكد لك ان الساعه العاشره تعني العشاء او النوم، من يؤكد لك ان 8 ساعات يا دوبك كافيه. الاهلي يتعامل مع الملف كويس، ان انت بتفتح الحاجات دي. انا هقول لحضرتك حاجه، كامل العناصر على فكره، نقطه مهمه. انا في يوم كان جه وكيل اعمال باكا، فشاهدته وشفته في التمرين، فتحدثت معه، فبقول له انت يعني جاي في مشاكل؟ قال لي لا، ده انا جاي هتحدث مع كابتن عبد الشافي وكابتن سيد عبد الحفيظ، عشان باكا هم عايزين الفتره اللي جايه يدوا له بعض الضوابط، ان مفيش بقى اكل وجبات سريعه، مفيش مش عارف يعني، هذه الضوابط عايزين
يعني يفعلوها معه. فجايبين الراجل جاي من جنوب افريقيا. مين اللي جايب الراجل؟ النادي الاهلي، لانه المنظومه الجديده اشتغل. كابتن عبد العزيز كان بيبقى موجود في مجالس اخرى، او خلينا نقول في مجلس مضى يعني، اولا ما كانش الصلاحيات ما فيش الى ان ابتعد يعني. لكن شوف مع المنظومه الجديده هذا هو ما يسمى بالعالميه او النموذج الدولي. استدعوا مدير اعماله، استدعوا مدير اعماله علشان يبدا يوصل له احنا عايزين من حضرتك ايه. وهذا ما ينقص النجوم، ينقصه ايضا ان مدير اعماله ده يبقى متعاقد مع محامي ومع كذا، عشان حضرتك ما تروحش الصبح تعمل جواز سفرك فعضلاتك تتعب. انت راجل لازم تلعب كره قدم وفقط. فقط صح صح. وبقول لحضرتك حاجه برضه، النتاج باكا الان اساسي في النادي الاهلي، لانه كان بيتحدث باكا لا يلعب كثيرا. ما هو لا يلعب كثيرا لان في بعض الحاجات كانت ناقصاه، لما مشي على السياق اصبح له دور من الادوار الاساسيه. هي النقله دي المراد ان تكون لكامل النجوم، مش هنقعد نتفرج عليها مع اجانب. الاهلي لم يعتاد هكذا يعني مواضيع، الاهلي اعتاد ان ينقل دائما، مش ينتظر لما الموديل يجي وبعدين يفصل زيه. نعم. الاهلي من بدري هو جالب كل الحداثه، وحسنا فعلت ان انت جبت مستر كوتي رحمه الله في السبعينات. بقول لحضرتك احنا كنا تلامذه وبنحب نلعب الكوره بتاعت الشارع، او لسه بندور على دور في الناشئين وكذا، ونروح نتفرج على المران اسمه 3 ايام وتراي ماتش تقسيمه كده تعرف منها مين الفريق. فوجئنا ان في النادي الاهلي، انا كنت وقتها في المقاولين وزكريا ناصف كان جاري وزميل دراسه وبنلعب سوا، بس هو كان في الاهلي. فوجئنا ان النادي الاهلي، وباعتباري كمان ان انا عضو، انه ده في تمرين الصبح بيقولوا ايه ده ايه ده يا عم. وبعدين قال لك 5 ايام، وبعدين جت الواقعه دي بعد فتره الاعداد. ولغوا قصه التراي ماتش، بقى كل تمرينه هي تراي ماتش. وبعدين مره تلاقي، والله العظيم يا اخي بحلف لك اهو، ان انا شفت جوال من اللي في ماتش الاهلي والزمالك في التدريب واحنا صغارين، الحاجات اللي بيرفعها مصطفى عبده او تترفع من عند جمال عبد العظيم مصطفى عبده يجيب جول. وكانت دائما 20 دقيقه كافيه لان الاهلي يخطف كل الفرق الكبيره بمعدلات اللياقه والتركيز وحسن جلب المدراء الفنيين الاجانب وقتها. لو انت تقدر تراجع التاريخ في المرحله دي. مايكل ايفرت ده اول ما جه الزمالك قعد يذاكر، كانوا جايبينه يعني في ايه الاهلي بيغلب الزمالك في عصر في فطاحل هنا وفطاحل هنا. قال لهم انتوا بتاكلوا علقه في 25 دقيقه، لو عرفتوا تضبطوا ادائكم في المرحله دي وعدت عليكم نقدر نتفاهم بقيه ال 90 دقيقه هتعملوا فيهم ايه. على ما اعتقد انه اتغلب اول ماتش او تعال يعني جاب مردود، لانه درس الاهلي مايكل ايفر. وتمنى عقب اجلائه من الزمالك ان يدرب النادي على فكره، لانه معه. كرجل محترف ومحترف ايه على الطريقه الانجليزيه يا رجل. حب يبقى موجود فين؟ في منظومه لقاها محترفه، بينما اللي جايبه عشان يؤسس الاحتراف. هو لقى منظومه اوريدي محترفه، وده نفس الشيء برضو مايكل ايفر كان ألان هاريس مدرب انجليزي، انا هلعب 4-4-2 في بعض، كان برضو جاي كشيخ طريقه جديده. اللعيبه لا احنا ما بنعرفش. كابتن طارق سليم ربنا يرحمه المدير الفني قال حاجه احنا ولا هنمشي. تسالوني احنا يا كابتن طارق الله يرحمه انت بتاع كوره، اقول لهم ولا اعرفكم. يعني تخيل الطريقه دي في الاداء تعمل ايه. وتقول لي لا طبعا هناك فوارق كبيره جدا. نتمنى انه يعني عدوى الاهلي دي تنتقل للكثير من القطاعات الاحترافيه في مصر الحقيقه. هل حضرتك مبسوط ان فرقه بحجم ايكس امستردام هتشارك في اعتزال او تكريم حسام غالي امام جمهور النادي الاهلي في الامارات، وفرقه ايكس من افضل الفرق اللي بتصدر نجوم لكل العالم؟ مؤكد، لانه انت اصلا على ما اعتقد بينك وبين ايكس هناك حوار مستمر يعني. وبالتالي الربط مع نادي كبير هو يمثل لك اهلي هولندا يعني. او واحد من الانديه الكبرى اللي تقدر تشيلها. هو ده حقيقي، هو اهلي زي برشلونه وريال مدريد. ما انا بقول لحضرتك هو واين دوبن. وبالتالي انت تقدر تتكلم دايما ان الكبير يسعى لنموذج هو قابل للتعاون، مش بس لعب مباراه ومفضي المولد. اعتقد انه هيبقى على هامش المباراه دي هناك الكثير من العمل هيبقى بين النادي الاهلي وبين اياكس امستردام. فكره المباراه بره دي الحقيقه استوقفني، وانت بتقول ان جمهور النادي الاهلي يتفرج، الاهم ان الجاليات العربيه مش بس الجمهور المصري تستمتع. عارف بس اتعلق تستمتع بمغادره الكابيتينو للملعب. الكابيتانو هو كره جايه له وسهل انه يجيب جون، ولكن بيدي المتعب زميل العمر عشان يفوقه. اصل انا الحقيقه مش هقدر يعني مش هقدر اقول كلام متعاد. بمعنى ايه؟
انا اول حاجه قلت تكينه مش من فراغ مش من فراغ. المكان سامحين له النتيجه 2-1 على فكره يعني كمان ايه الحكايه مش استعراض وتعويض زميله مين بقى كتله كبيره اسمها عماد متعب العمده جلاد الحراس انه يعود بعد فترات طويله كانت من الراحه مش هنقول الركنه وبالتالي كمان كانت دارس ودارس والهدف بالطريقه دي اكثر تاثيرا. بص بقى الحارس المرمى اللي جه في الجول تلاقيه مكسور ليه؟ لانه حتى طريقه الهدف حتى الجهاز مبسوط ان تكسر هو تكسر مقاديف التيم الثاني يعني مش بس دلال صديقه خلاه يديله الكوره ده اداله وعارف ان احنا 2-1 وعارف ثلاثة ان احنا ثلاثة ما انا بقول واحنا مسيطرين انا اسف انا قلت 2 واحنا 3-1 واحنا مسيطرين واحنا كمان هنجيب جون نكسر اعصاب الفرقه دي لانه جون ما حدش يعمله كده الا لو انت متملكني قوي يا محمد ده حقيقي فعلا ككرة حاجه هو شفت بقى الكابتين وفكر في كام حاجه في لعبه هو صراحه برضه استاذ عصام كان في لقاء الاهلي والزمالك في السوبر حسام غالي عمل تاكلينج بدماغه ايوه دي مين بيعملها انا مش عارف انت فاكرها ازاي دي ما شاء الله في حاجات يا استاذ عصام في كره القدم ما تتنسيش لان مسجله باسم اصحابها هقول لحضرتك اي لعيب مهاري في نص الملعب دايما بيفكر ان هو يتحس ان هو بيلعب يعني توني كروس بيلعب بالشوكه والسكين حريف قوي والحريف ما بيهنش نفسه لكن الروح اللي موجوده انت ازاي بتعمل كده ده جابها بدماغه هو راجل حريف زي ما انت قلت بطعم الاقوياء يعني تحسه ديفندر من اللي ما عندهمش يعني راس مالهم صحته وتحس في نفس الوقت انه مارادونا يعني يحيرك وبعدين اللي بصحته مش هيحط دماغه في تاكل لا وماله يحطها ليه عنده اجزاء اخرى كثيره لكن يحط دماغه عشان ياخد كره ده اللعيب الحريف زي ما انت قلت يعني ده اللعيب الحريف لكن يا رب يديله الصحه يا رب ويوفقه في القادم لا حسام كمان تركيبه الله اكبر عليه مختلفه انا يعني عاجبني فكره انك رصدت له فكره الحريف القوي ودي ما الحقيقه ما بتظهرش كتير مش موجوده احنا في مصر غالبا يعني ولا في اي مكان الحقيقه عندنا ده حقيقي بس احنا عندنا دايما في شيء بيبقى منقوص وكان النادي الاهلي صراحه خد خطوات في هذا الامر لان حتى في قطاع الناشئين في النادي الاهلي وحسام من فتره حسام لما كان بيلعب احنا بنتكلم في 20 سنه طبعا في جيم يعني النادي الاهلي كان في جيم والناس في يعني المجتمع ما يعرفش يعني ايه جيم لا طبعا هو بس كده في مكان اقامه وتغذيه ودروس وكذا لا في قصه انا بقول لك اهو ونبشر الجمهور من خلال وجودك معايا انه ما كان حلم وانقطع فتره عائد لا محاله وهو الهبوط على سطح قمر الاحتراف مش الدوران حوله كما كان يفعل الاهلي في الوقت اللي كله كان في الارض هو بيحوم حوله لا المره دي بقى نعدكم ان سفينه الفضاء الحمراء تهبط على قمر الاحتراف باذن الله. هل حضرتك ترى ان لقاء الاهلي امام اياكس امستردام بنجومه فول تيم النادي الاهلي بعد التعادل امام الترجي التونسي يذهب الى كامبالا وكامبالا خسران من تاوتشي برولز البتسواني وفرقه الفرق الاوغنديه والفرق الافريقيه ما بقاش في فرقه سهله من إيه مش سهله وهي كمان الاهم ان اوغندا فرقه يعني بلد كوره ساعات بتنقطع عن العالم الكروي الافريقي لكن بتعود لانها بلد رئيس الاوغندي مع رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم النهارده سبحان الله اللقاء طبعا ودي وهناك اتفاقات يا رب تكمل لانه ده امتدادنا الطبيعي ودي قوتنا الناعمه وده اللي كان الاهلي في ثمانينات القرن الماضي بيعملوا الحقيقه وكان الاسماعيلي احيانا برضه الحقيقه وشركه المقاولين العرب خلينا نتكلم بصراحه دي حاجه من الحاجات المهمه فادي كمان حمل على يعني اكتاف النادي الاهلي وهو حمل هذا التواصل وهذه القوى الناعمه لازم هتلاقي ناس بتقول لك بيبو وحسام واسماء كده بتتقال في افريقيا حتى الان صدقني وبقى عايز يتصور معاه ولو شافوا الكابتن لو كان يبقى رئيس بعثة ان شاء الله في مرات قادمة كده مع نهاية او حاجة هتلاقي الناس مقبلة عليه دي قوتنا النعم لكن الاهم في الموضوع ان الاهلي مع اياكس هيبقى عامل حساب ان هناك مباراة اخرى واياكس نفسه بيبقى عامل حساب ان عنده اذا كان لازال بقي له لقاءات او برنامج حتى تدريبي او ترفيهي لا الناس بتلعب بمؤيسة محدش يقدر يعيشها الا النادي الاهلي اللي هو ايضا هو لديه خططه هيلعب النهارده وبعد بكره وبالتالي هيلعب محمد ورايح عصام هيلعب عصام 3 دقايق يلعب محمد 9 دقايق حسب وبالتالي لا تخشى الا بس من حاجه واحده بس انه
لا اوغندا زي ما انت قلت بلد كوره اساسا، ثانيا ما بقاش فيه فرق ضعيفه، ثالثا الفرقه اتغلبت اول ماتش. نعم. وبالتالي قد تحاول العوده امام الاهلي. في كل الاحوال ما تقلقش يعني، الاهلي دائما مش يفاجئك، الاهلي دائما عند حسن الظن، يعني ما فيش حاجه اسمها تلاقي الفرقه وقعت. نعم. عشان اتعادلت مع الترجي، عشان الناس زعلانه من خساره القمه، لا 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 اظن يعني. ولا تحسبها برضو بلقاء في حسن اداء امام اياكس من عدمه. نعم. لا خالص، الاهلي بمن حضر زيها بالظبط، الاهلي كل لقاء وبطوله على حده، والا ما استطاع كل من يعمل مع النادي الاهلي انه يولد طموح عند اللاعبين. كان اللعيبه اكتفت ببطوله او اتنين يا سيدي من اصل مثلا اربعه ياخدوهم في الموسم، ما حققوش كل الارقام القياسيه في هذا الموسم. ما انا بقول لك في هذا الموسم ومواسم كثيره. نعم. وبالتالي لا، هناك ما يسمى بمنظومه احترافيه ان شاء الله يا رب تبقى كامله المعاني والاركان في النادي الاهلي باذن الله. عايز اسال حضرتك ابرز النقاط الايجابيه اللي حضرتك شفتها في ماتش الترجي من الناحيه الفنيه. ابرز النقاط الايجابيه ان لا يوجد من يبخل بجهد، لا يوجد مقصرين، يوجد نواقص. عادت الاغلب الاعم من روح الفانيلا الحمراء في الشوط الثاني، دي ابرز الايجابيات يعني، لانه ما كان يهم الناس بالدرجه الاولى ان ما تحسش انه جه هيجي وقت زي ما البعض البعيد كمان تصغير بعض بيروج انه ده ما بقاش حابب الاهلي وده مش عايز الاهلي. ده كلام طبعا ضرب من ضروب الخيال يعني. ومع ذلك لا، الشوط الثاني تحديدا خلى الناس كلها تستعيد ذاكرة النادي الأهلي، وكل أهلاوي يقول للبعايد دول حاسب يا عم ابعد. وعلى الرغم من داخل الماتش عشان حصل تيجي عند النادي الأهلي. نعم. وداخل الماتش حصل برضو إصابة السولية ودخول محمد وتحكيم الحقيقة. أنا كنت لسه هكلم يعني حضرتك عن تحكيم الحقيقة، دمه بايخ وحاجة كده تشككنا، وما حدش يزعل مني يعني، لأنه الراجل آخر موسم ليه، ولما بيبقى آخر موسم دي بيبقى لو النوايا أصلا مش حلوة بيبقى الموسم اللي ما حدش هيحاسبه تاني، ومش هيجي هنا تاني، مش هنا في مصر، مش هيجي في التحكيم تاني. في التحكيم في أي حاجة هيعملها ما فيش مشكلة يعني. والدليل انه رابط مع الترجي قوي يعني. هو دي مش علامه استفهام يا استاذ عصام؟ والله شوف، ما علمته انه دي القيت في ملعب الكاف، لكن برضه ارجع تاني لمنظومه النادي الاهلي. نعم. الاهلي لا يضيع حقه طالما هناك اداره بحجم النادي الاهلي. نعم. فدي خلاص نركنها على جنب، لكن اكيد الاهلي لا يشكو من حكم ولا يشكو من ضربه جزاء لم تحتسب. ده عرف بقى في النادي الاهلي. نعم. ضرب الجزاء ما حسبهاش، كنا جبنا 6 ضربات جزاء، جول لغاه كنا جبنا 4 تجوان. هو ده الرد زي بتاع الكابتن طارق الله يرحمه لما قالوا له الحق يا كابتن بيلعب 4. هتلاقي نفس الردود الان، يا سيدي دول مواليد الاهلي، الاداره الموجوده مواليد الاهلي، هيكون ردها ده، لكن لن تترك حق للنادي الاهلي، مش هتحارب من اجله. ودي حاجه من الحاجات اللي تعودنا عليها، لان حتى في امر كوليبالي النادي الاهلي او الفيفا عمل عليه عقوبات بعد هروبه الغريب اللي صحيح اللي كان بعيد عن منظومه النادي الاهلي. حتى ده هيتعالج في الفراغ القادم، قصدي انا اسف، في الدراسه القادمه للملف هيبقى اكيد ضمن المنظومه ان باسبورات الناس موجوده وعندهم بطاقه اقامه. على فكره انت لو مواطن مصري بتلعب في الدوري الامريكي، عشان ما حدش يقول لك يا عم وفي حد بياخد المالتي انترناشونال كومباني، الشركات العظمى. نعم. بتاخد من منسوبيها جوازات السفر تديله بطاقه اقامه، عشان في حاجه اسمها خروج وعوده تبع مؤسستك اللي انت متعاقد معاها. بس في بعض اللعيبه برضه استاذ عصام بيبقى معاهم كذا جواز سفر، يعني بيسلم لك واحد ويبقى معاك واحد جنسيه اخرى. شوف زي ما قلنا زي ما قلنا ده اذكن اسمه. نعم. واعمل سيرش، هو ده راجل من مواطني دول اخرى؟ لا، اللي عايز يشتغل يا محمد. نعم. وبيحدث الارضيه زي ما انا شايف في المجلس ده صراحه عامل. يبقى اكيد في هناك جديد يعني. وبصراحة التطوير والطرق العلمية هي اللي بتوصلك للهدف، والهدف القريب والبعيد هو ده الكلام. وما يوضع الآن من لبنات أولى، رغم أنه الموضوع موجود، لكن هي دي الاعتماد على كامل العلم وكامل الاحترافية. أنا قاعد بتناقش مع حضرتك وبتحاور معك، وده شرف ليا، حسيت بالحماس، لأن الحاجات دي أي واحد متابع لأي من الدوريات أو الأنظمة الاعلى احترافيه في العالم بيلاقي نفس الضوابط، نفس الاسس، هو ده اللي نفس الرولز، هو ده اللي هيحصل. الرولز دي كلها هتجدها ممنهجه ببساطه شديده يعني. عارف لما يقول لك ايه، لما تنزل على السلم الكهربائي ده في المول مثلا، ده كمان في الاخر ممكن رجلك ما تصدش. نعم. ده الجديد يعني. نعم. هتبقى نازل على السلم خلاص، ما فيهاش هزار، الحاجات هتتدحرج لوحدها يعني.
هو ده اللي المجلس شغال عليه الحقيقه، هو ده الشعار اللي رفعه، وباذن الله هم يعني بداوا. ما تخليش بقى الناس تفضل تجهد نفسها عايزه تعرف تفاصيل، حتى كل ما حاولت اوصله لجمهور النادي الاهلي وكل جماهيره في العالم والجاليات العربيه واشقائنا العرب سواء في اسيا او في الشمال العربي الافريقي، هو محض دراستي للجماعه شغالين ازاي، مش فكره ان هم ادوني شغالين على ايه يا محمد. هذا هو الفارق. الاداره مش هتخرج علشان تعلن لك احنا بنعمل ايه بالظبط، لكن زي ما قلت لحضرتك هتخلي عندك افضل نتائج، افضل احتراف، افضل منطق، افضل شكل، افضل رولز زي ما حضرتك قلت. باذن الله. احنا فريق كره السله في النادي الاهلي بيلعب نادي الشمس حتى الان في الكوارتر الثالث او الربع الثالث، بيبقى كده فاضل كوارتر واحد 58-43 تقدم للنادي الاهلي. كل التوفيق ليهم باذن الله. ايضا الالعاب الاخرى هذا الموسم استاذ عصام فيها تفوق ما شاء الله، بطولات في الطايره وفي الهاندبول وفي السله رجال وسيدات، الرجال خدنا كاس مصر، في السيدات هم ماشيين في نفس السياق يعني، حتى الالعاب الاخرى لم تهمل. وتهمل ليه؟ اصله بينك وبين يعني ناسك، مش هقدر اقول بينك وبين الجماعه، لانه فعلا انا مصر على فكره، وده اللي قلته من اول تجمع لقائمه الكابتن محمود الخطيب وكل محبنا من النجوم ومن العامه ومن الجماهير حتى مش بس اعضاء النادي، ان الموجود الان هم اولاد النادي، الموجود الان هم من يحملوا شهادات ميلاد حمراء حقيقيه فعلا، لا فيهمش حد كان في نادي وجاي عمل اشتراك ولا الكلام ده، كلهم فعلا مواليد النادي الاهلي بالنجوميه بالاسره بكل، وعشان كده استجابوا لنداء الجماهير. كان يوم مشهود، كان نفسي اسجله لكن زحمه يعني اللي فرضت على المعركه الانتخابيه ساعتها يعني الله يهديهم. انا عايز اقول لحضرتك ان مشهد الانتخابات انا افتكرت مشهد 30/6، افتكرت مشهد الانتخابات الرئاسي. الاجمل انه الجمهور الجماهير العموميه تستجيب له، احنا واقفين على الرصيف انا والمهندس عدلي وبعض الشباب ما نعرفهمش، ويقول لهم اختاروا معانا احنا شركائكم، وهم يقولوا لهم ايوه بيبو القايمه بيبو الجمهور، هذا هو الشريك. عشان كده ما كانش من فراغ ان الكابتن محمود الخطيب والقايمه في نفس واحد تقريبا يقولوا ان الاهلي ملك جمهوره، هذا هو المالك الحقيقي يا محمد. للنادي الاهلي دي عظمه، دي عظمه الاهلي. عارف ده سيستم الاحتراف الاوروبي يا سيدي، ان النادي هناك ملك جمهور وجمعياته العموميه اللي هي طبعا مش بالكباره اللي عندنا عدديا يعني، لكن هي بنجوم القدامى وبعض الداعمين والمحبين رجال الاعمال. طب عايز برضو اخد وجهه نظر حضرتك، اليد سيدات لاول مره بتشارك في بطوله افريقيا منذ سنين طويله، وعوده المشاركه حتى وان كانت النتائج ما هياش على المستوى يعني اللي دايما متعود نادي الاهلي، لكن عوده الحياه مره اخرى، ايه رايك فيها؟ لانه ده ما انا بقول لحضرتك، ده كان ضمن الصيغه التوافقيه اللي القايمه والكابتن محمود الخطيب لما راحوا للقطاعات، يعني ممكن واحد تاني يقول لك ايه لما لفوا على الفرق، لا لما راحوا للقطاعات وقالوا لهم عايزينكم تسمعونا. على فكره كان من الممنوع ان حد يقول له ما ينفعش يا كابتن تقول لنا، ولا انت مثلا ولا عمرو فاروق ولا خالد، بدون يعني القاب الاعلام لا تعرف، ولا مرتجي ولا درندلي ولا كل اسمائنا الجميله دي، فمش محتاجين تقولوا لنا، لا مفيش حاجه اسمها كده كابتن والقائمه، بيقولوا مفيش حاجه اسمها كده، انتم يجب ان تسمعوا اولا وان تناقشوا ثانيا ثم تقرروا ثالثا. نعم. وده يعني عقد اظن عقد احترافي كامل اهو، صحيح هو احترافي يعني مدموغ بالحب او ممضي بماء الحب مش بماء الذهب، لكنه في النهايه منطق يا اخي، انت اتفقت مع الناس دي كده، كيف ستهدر هذا العقد؟ أكيد الناس دي بتحترم ناديها ونفسها، وبالتالي العقد اللي وقعوه ده مع الملاك الأصليين هينفذ الآخر يا محمد بإذن الله، طبعا يكون كل الخطوات في الطريق الصحيح. عايز أخذ حضرتك سريعا أني أجيه أنت رحت للمرأة، مش ده كان ضمن ما سمعنا أنه للبنت الصغيرة والآنسة والسيدة مكان، وأن عائلة الأهلي تشمل حتى السيدات والعجائز والشباب وكله، يبقى كان لازم الاهتمام بالعاب السيدات، ودي حاجه من الحاجات يعني عايز اقول لك انه ضمن العقد. نعم.
ان ضمن البنود اللي كان في برنامج عائله المحبه والتواصل وما يسمى بالبرنامج الانتخابي. انت عايز تقول حاجه عن اجاييه؟ لا لا، هنقول بقى شويه كلام عن اجاييه وصفقات وحاجات كتير جدا مهمه مين. للمشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل. اوعى تروحوا بعيد عشان نادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل حوارنا الممتع مع استاذنا الكاتب الصحفي الاستاذ عصام شلتوت. كميمة حضرتك، وبعدين بشكر زمايلنا بيطلعونا بصوره حسام غالي ويرجعونا بصوره حسام غالي، وبيجي في دماغي يا استاذ عصام ما حدث مع انيستا في لقاء الكلاسيكو، قائد البارسا وبرده اخر موسم ليه مع الكابتن وبرده كابتانه، والناس قد ايه بتحبه وفي كل حته صوره وفي كل حته، يعني حاسين ان نفس التواصل، ان القيمه والرمز والكابتن مش حاجه سهله. مؤكد الكابتن مضغوط طول الوقت، الكابتن الفرقه تزعل هو ما يزعلش، الفرقه تفرح ما يفرحش قوي، الكابتن لديه مهام، لديه التزامات، لديه البحث عن الحقوق والواجبات داخل التيم. الكابتن لا، الكابتن يعني اكنه هو مسؤول يعني في مدرسه، رغم انه الطلبه كبار يعني، لكنه اكنه مسؤول، ده بياكل ده بينام، ده عايز يروح مشوار، ده عاوز يذاكر شويه، ده عايز يضغط على نفسه حبتين، ده ليه طلبات عند بابا فيجيبها له قبل ما بابا ينزل الصبح، وبالتالي هي مهمه شاقه جدا يعني، ما هياش مهمه سهله. هل من اجل ذلك يا استاذ عصام، هم 40 كابتن في تاريخ النادي الاهلي، لماذا كابتن النادي الاهلي مختلف؟ يعني مع كامل احترامي وتقديري الصراحه، لكن لو استعرضنا الاسامي يعني ايه ده يا كابتن؟ اقول لك تاني انت ليه بقى؟ لان احنا اتفقنا انا وحضرتك ان هناك ما هو مختلف في النادي الاهلي، الا وهو انه كل حاجه في مكانها. طارق سليم ما يعدلش ولا يبدلش ولا حتى يبدي رايه، الله يرحمه، على طريقه بيشكو منها نجوم كبار وقتها، يعني تقدر تقول فاهمين كره شويه او لاعبين كره حبتين، وبالتالي للكابتن في النادي الاهلي حق مشروع زيه زي كبريات الانديه، قد يخطر المدرب على احد خطوط الملعب انه محمد واقع يا كابتن النهارده، له راي في التشكيل، له راي في القيد، له راي في حاجات كتيره قوي، يعني اكيد انت عارف، لكن خلينا نقول للجمهور العظيم اللي بيتابعنا، في أندية أخرى الكابتن هو الشارة، هو أحيانا بس يسأل على الأب، هو أحيانا أخرى يطمئن على الأتوبيس أو يشوف فرح الزملاء أو بعض ما يصادفهم من أحزان لا قدر الله. الأكل خلص ولا لا؟ وبالتالي لا، الموضوع مختلف، هو يعني ضمن منظومة عمل حقيقية، عشان كده الكباتن كانوا وسيظلوا في النادي الأهلي بطعم مختلف وباختيارات منطقية جدا جدا جدا. وبالفعل بنشوف قد ايه الانديه الاوروبيه والجمهور في اوروبا، يعني حتى الان الناس فاكره في ميلان باولو مالديني، حتى الان الناس فاكره في اليوفي بلاتيني والديل بييرو، الناس فاكره في برشلونه كارلوس بيول اللي جه وحب بيحب مصر جدا. شوف هو شكله عامل ازاي، شوف دونجا مع منتخب البرازيل، يعني دونجا ده في كاس عام اللي كانت في امريكا 94 بيبيتو وبيبيتو من هو بيبيتو، كويس، يقوم زاد وكده بقرته في صدره لانه ما بيسمعش كلامه انه يروح على الحيطه بدل ما يكلم الحكم. صح، عنده شغل الراجل مش هيهزر، فرقه لوحده عنده شغل الراجل مش هيهزر، عنده شغل في الخطوط. على فكره الكباتن بره لا يمثلهم الا في مصر الا النادي الاهلي، اللي في الجزئيتين اللي قلتهم لحضرتك سريعا، اللي في فكره انه يقول على لعيب انه مش شكله مش كويس النهارده او تعبان يعني شويه، وفي القايمه كمان بيحزنوني، دي لقطه صعبه جدا، انا مش قادر ابص لها الحقيقه، يعني انا عمال استرسل في الكلام، يعني شرف ليا برضو ان انا اغطي هنا اللحظه دي ابكتنا كلنا، لانه دي دموع محارب او فارس نبيل، يعني هي دموع تخلط بين الفرحه والحزن، الفرحه من حب الناس والحزن على فراق ساحه مشوار عاش فيها طويلا، مشوار الملعب كله بيجي في لحظه،
لا فارس نبيل الحقيقه، ما اقدرش اقول على الكابتينو غير انه فارس نبيل يعني. يعني بص يا استاذ عصام، احنا بنطلع لحته تانية لكن بنرجع لان هو بيجبرنا. انا عمال استرسل عشان ما ابصلهاش، انت خليتني بصيت لها برضه. ما هو ما ينفعش يعني، هي دي اللي طالعه للمشاهد يا اخي، صدقني وكانها على الهواء يعني. ليه؟ لان اعرف الرجل واعرف مشاعره واعرف انه لا يمكن ان يمثل ولا حتى بلاش يمثل ولا يأفور مشاعره. وسام غالي هو ده، وهو لو منافق ما كانش حصل له المشاكل. لا انا بقول حتى ما يقدرش يضغط على مشاعره بزياده يعني، مجامل اكتر من اللازم حتى برضه لا. تخيل بقى هو سوي بنسبه 99% وسام غالي. ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون مال الدنيا في ملعب الذهب بن زايد في الامارات، ونشوف طابلو فني جميل. اعتقد الملعب هيبقى مليان ان شاء الله، وباحات الملعب حتى يعني الرعاه والشركات والمنظمين بيتكلموا ربما عن شاشات قريبه من الملعب عشان لو حصل ضغط جماهيري ان شاء الله. نعم باذن الله. ودايما متعودين جمهور النادي الاهلي في اي مكان بيبقى له الدور الاكبر. ما هي دي ضمن برضه منظومه التفوق او احساسك انك اهلاوي بالنسبه للجمهور. نعم. انه دايما عايز يبقى الاكثر عددا، اللي شاري التذاكر اكتر، اللي واخد مساحه في الملعب اكتر، اللي حاسس ان فريقه اكبر وبطولات اكبر وارقام اكبر. هي منظومة يعني شبه بعضها. نعم. فدي بتصب يا فندم ان الموضوع بيبقى شكله حلو، التابلو بيبقى حلو، اصل جمهور الاهلي دايما هو اللي بيصنع الفارق. يعني لو حضرتك تتذكر ماتش اهلي واتليتيكو مدريد، هو احلى ما حدث هو جمهور الاهلي. ومين اللي بيصنع الفارق في الدول؟ الشعوب. طب ما جمهور الاهلي ده اتفقنا ان هو ده شعب الجمهورية الحمراء، وبالتالي الاكثر تفوقا، الاكثر توددا لمن يحكمه، الاكثر دقه في اختيار حكامه، الاكثر تدفقا لما ناديه او جمهوريته او بلده تحتاجه، الاكثر قدره على الصناعه، الاكثر قدره على بذل الجهد، اللي هو المشاوير اللي الناس بتروحها في المران. يا اخي في اجانب كانوا بيجوا هنا بيجي لهم لوسه من نعم. فكره الجمهور والتدريب. نعم. مش ممكن يعني. نعم. مش ممكن. وحتى جمهور النادي الاهلي لما كان بيحضر مران النادي الاهلي، في مران من يعني في تمرين اتلغى لان العدد ده اكم من مره. انت بتتكلم عن مران انت حضرته يعني. في واحده من المرات في يعني ايام كابتن ربيع وطاهر وعلاء ميهوب قبل مباراه زمالك، كان مستر فايسا. نعم. انا فاكر خدهم راحوا السينما من كتر الضغط الجماهيري اللي شافه مش في النادي الاهلي. نعم. من وهو جاي من على كوبري قصر النيل حضرتك، شاف الكوبري مغلق والمران فاضل عليه ساعتين. نعم. والعربيات واقفه لغايه عند جامعه الدول العربيه كده في ميدان التحرير. نعم. ومن ثم قعد يلف حوالي تلت ساعه على رجله عشان يخش، ان العربيه مش هتوصل عند بوابات النادي. نعم. فلما لقى كل الحشود دي كمان جوه وعلى الاسوار وهنا وهنا وهنا، قال لهم بس احنا نروح السينما. نعم. وادي الاهلي واتليتيكو مدريد، اتليتيكو مدريد ده اللي ذهب الى نهائي اليوروبا ليج طبعا، يعني فريق عالمي. سيميوني. نعم. وسيميوني، واستمتعنا حتى بحوارنا في معاه ومع النجوم جريزمان، وجبنا في قناه النادي الاهلي جريزمان في القناه بيتحدث، وشخصيه بسيطه وجميله، والنجوم الكبار. وادي منظر جمهور النادي الاهلي اللي بيصنع الفرق، وكان الجو برد ولكن راح اليوم كان جميل، اليوم كان جميل فعلا. ويوم من ايام الاهلي. وعندما تتحدث عن ايام الاهلي لا تتحدث عن النتائج، تحدث عن التابلو. ومتشكر انك قلت لنا جمله او وصف مصطلح تابلو، تحدث عن التابلو. النتائج زي ما قلنا بعد شويه العمل والانضباط الموجودان اساسا في النادي الاهلي بتاتي النتائج باذن الله. حجم النادي الاهلي يا استاذ عصام، الاهلي يلعب اتلتيكو مدريد، يلعب اس روما، يلعب ريال مدريد، برشلونه، يلعب برشلونه، بنفيكا، وينتزع منه لقب الشياطين الحمر. نعم. عارف الحكايه دي؟ لا الشياطين الحمر هو لقب بنفيكا في اوروبا. بنفيكا ايزيبيو طبعا. نعم. في الستينات. وكان بطل اوروبا، فايز على ريال مدريد فيفوز عليه النادي الاهلي، ومن ثم تهتف جماهير الاحمر الاهلاوي الشياطين الحمر. اهما هما هم يعني مش دول. نعم. لا دول على لعيبه النادي الاهلي طبعا. نعم. وهذا اللقب انتزع انتزاع. نعم. تخيل
مع مين؟ مع بطل اوروبا بنفيكا البرتغالي، واستمرارا لجلاطة سراي واياكس امستردام مره وصول قول بقى زي ما انت عايز تقول وبنفيكا مره اخرى طبعا والاهلي اول من لعب على 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 ملاعب انجلترا على ويمبلي مع كوينز بارك على ما اعتقد رينجرز لا 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 الاهلي لديه يعني ولعب برشلونه كمان في انجلترا يعني كان في ماتش ودي هناك. لا اول ما انطلب للعب مباراه في ملاعب انجليزيه اقصد يعني نعم. مش طبعا لعب مع كل لكن هذه هي عظمه المنظومه الحمراء ودي حاجه من الحاجات المهمه. عادي الاهلي وبنفيكا برضو زمالين بنشكرهم. لا ده انا بشكرهم بقى قوي بجد شغل النهارده عالمي شغل عالي شغل عالمي عشان برضو يشوفوا جمهور النادي الاهلي. ما احنا هنا فين برضو في قناه الاهلي بقى فلازم كل حاجه الجيل الجميل بقى ده كان طه اسماعيل ورفعت الفنجيري وكان معاهم كابتن بدر عبد الفتاح وكان معاهم محمد بدوي وكابتن صالح سليم وكابتن طارق وكابتن عادل هيكل كان بيحرس المرمى وبالتالي لا ماتش حلو قوي ماتش تاريخي يعني مش بس حلو وخلينا نتكلم ان بنفيكا في هذا التوقيت افضل عصوره افضل بطل اوروبا من ريال مدريد دي ستيفانو وبوشكاش والبرتغال في التوقيت ده وصلت سيمي فاينل كاس العالم في انجلترا الاهم الاهم انه ينتزع ده من مين من ريال مدريد وكان معاه دي ستيفانو وبوشكاش وبلاش بقى وخنته أسماء كتيرة كده وواحد اسمه كاناريا لا ناس كانت نجوم كده غريبة ما هو وكان ساعتها ريال مدريد متفوق ومتسيد قارة أوروبا أيوة وهم اللي لم يقطع هذا التسيد إلا بنفيكا ولم يقطع دابر بنفيكا الكروي إلا النادي الأهلي وانتزع منه لقب الشياطين الحمر أهما وادي الفرحة كمان مع كل هدف من أهداف النادي الأهلي الفرحه حلوه النادي الاهلي بيجيب الفرحه استاذ عصام انا بسمي يعني النادي الاهلي هو جالب الفرحه او مستورد الفرحه ان صح التعبير لو الفرحه من صناعه محليه لا الاهلي هو المستورد الرئيسي للفرحه عشان كده يعني بيزعل لما يتقال على نجوم تاجر السعاده لا قد يكون امير القلوب طليق لكن تاجر السعاده هو النادي الاهلي الحقيقه مع جماهيره طبعا ده حقيقي مع جمهوريته وشعبه لا وفي يعني. بالنسبه لمصر في بطولات افريقيا انا مش دعوه بطولات افريقيا انا احدثك عن النادي النادي هو ملك شعبه يعني لانه في الاخر لما الاهلي يتحدث عن المنظومه العالميه يبقى لازم نعرف ان الاهلي ملوش شريك وهكذا كل الانديه انت غير مجبر يا صديقي انك تقول للزملكاوي ان الاهلي يمثل مصر لا الاهلي لا يمثل مصر الاهلي من مصر الاهلي هرم من اهرامات مصر الاهلي يشرف مصر انا لديها هذا المنتج من الانديه والزمالك كذلك يشرف ناسه اوروبا كده يعني ما تقوليش ان في اوروبا برشلونه رايح يلعب الريال فبتوع ريال سوسيداد يروحوا يقعدوا مع بتوع ريال مدريد لا طبعا عايزين انهم يقولوا قطعوهم كرويا يعني وبالتالي احنا ليه بنجلد ذاتنا عشان كده الاهلي ما بيحب الشريك اقول لك واقع كمان رحم الله المايسترو عبد الحليم حافظ رحمه الله وكان من كان صديق وحبيب ورفيق صالح سليم فياتي بفعل مشاركه الاهلي يعني ايه وهو يشجع القبيله الحمراء وصديقه الصدوق صالح سليم يعمل حفله في اسكندريه اتحاد السكندري خد الكاس فيقاطعه صالح سليم الى ان مات الرجلان لا صلح ولا عوده لانه ما ينفعش هتقول انا عبد الحليم حافظ بتاع مصر كلها لا روح بقى لمصر كلها ودي حاجه من الحاجات برضو الضوابط اللي النادي الاهلي حاططها في السياق يعني برضو كابتن صالح سليم كان له هيبه خاصه وشخصيته بتعبر عن شخصيه نادي الاهلي انا بقول ان هناك التتش ومحطات اخرى مين ينسى الفريق مرتجي مين لكن هناك محطات دايما تاريخيه هتقول التتش هتقفز قفزة وتقول جاء الفريق مرتجي ثم عصر صالح سليم اللي أنجب لنا حسن حمدي ربنا يديله الصحة ومحمود الخطيب الحقيقة فهذا هو تسليم الراية في الجمهورية الحمراء هذا هو تداول السلطة في الجمهورية الحمراء ومن ثم لا الموضوع يستحق بحثية كبيرة مش من فراغ ان ناس كتير تعمل كتب عن النادي الاهلي واشياء وثائقية عن النادي الاهلي لانه يا اخي يكفي ان هذا هو النادي ما انا اسف اني بستهلك وقتك في شيء معروف لكن خلينا نعيده للناس حمستني يعني ان الاهلي عندما اقيم في العام 1907
كان في مواجهه الانديه الاجانب، يعني هو نعم. نادي معمول للطلبه المصريين ضد الاحتلال الذين كانوا لا يدخلون انديه الاجانب نعم. المحتل طبعا نعم. لكن على الاقل فكره الاجانب لان كان في اجانب اصدقائنا يونانيين نعم. بقى ارمن طلاينا مش عارف ايه، لكن في النهايه اجانب. صنع هذا النادي في مصر حتى يكون نادي المصريين وعلى راسهم الطلبه المصريين، ودي حاجه من الحاجات اللي بتعبر عن كلمه الاهلي، بتعبر يعني ايه اهلي بالظبط. فهي دي عشان كده النادي الاهلي لا يترجم ناشونال، يعني نعم. ما يلعب بره ما بيترجمش ان ده ناشونال تيم، لا الاهلي زي ما هو، لانه النادي الاهلي نعم. الاهلي بتاع مصر، لاهالي مصر، الاهالي مصر نعم. ودي حاجه برضو جميله جدا. انا عايز اخد حضرتك، حوارنا شاق وحلو جدا، التتويج بالدوري، دوري رقم 40. حتى الان النادي الاهلي شفنا مانشستر سيتي هو بيستلم الدرع بمنتهى السلاسه وبيقام له حفل صغير والدنيا كلها مترتبه. نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه في ماتش ريال مدريد برضو تم الاحتفال. ليه النادي الاهلي ما احتفلش حتى الان؟ يعني من هو المقصر؟ هل الكره لسه موضوع التصميم؟ هناك حاجتين، في تصميم للدرع وهذا هو احتفال الدرع من منظم البطوله واتحاد الكره نعم. لكن اعتقد ان حفل الاهلي عشان يخرج بالشكل اللائق لسه بيعدله يعني. لا انا مش بتكلم على انا بتكلم على يعني زي يعني من اتحاد الكره اللي هو تسليم الدرع نعم. لا هناك يبدو هناك نواقص يعني. يعني استاذ عصام، هل فجأة كده نمنا صحينا لان الاهلي خد الدوري؟ لا انا ما يعني اصل احنا هنستهلك نفسنا في توجيه سؤال كلنا بنتساله. لا ما انا بقول لك هنستهلك نفسنا في توجيه سهام نقد حقيقيه يستحقها اتحاد الكره، طبعا يستحقها. هناك تاخير ما انا مش فاهمه ليه، واخد بالك؟ هيقولوا لنا الدرع انت رديت، هو الدرع ده مفاجاه، هو تحديد نهايات الدوري مفاجاه، اشياء كثيره ترد بنفسها. لكن انا اعتب على فريقين لعبوا من النادي الاهلي اخر مباراتين ورفض الممر الشرفي، لكن حتى العتب احترافي لانه ريال مدريد رفض نعم. يعمل ممر الشرفي للبرشلونه مثلا نعم. وبالتالي ايه دي ضمن محاكاه الكره تمر، لكن العتاب كبير على اتحاد الكره الذي يعني اذا لم يستطع الاحتفاء بالاهلي في اخر مباراه امام المصري على ما اظن نعم. اظن كده هتبقى فاتوا حاجات كتيره قوي. اما عن حفل الاهلي والاحتفاء بفريقه فطبعا تذكر كده الحفل اللي كان فيه صوره الكابتن خطيب نعم. في واحده من البطولات. الكابتن حسن كان بره مصر ولا كان هنا وقتها؟ اظن كانوا الاثنين، او تقريبا الكابتن حسن كان بره. احتفاليه في ملعب النادي الاهلي دي طبعا لم يان او انا دي بعد نهايه الموسم باذن الله هيكون حاجه يعني تليق بالنجمه الرابعه. اكيد اكيد عشان أكيد. المشاهدين بيبقوا حابين ان هم تليق بالنجمه الرابعه من ناحيه نعم. وتليق بالتحديث المطلوب وكل ما اعلنه المجلس من ناحيه تانية. نعم، ودي حاجة مهمة جدا. عايز اسال حضرتك ايضا ملف اللعيبة المعار. النادي الاهلي عنده لعيبة على اعلى مستوى، بعض راح السعودية، البعض راح اندية اخرى، في ناشئين زي ناصر ماهر وفوز الحناوي راحوا تألقوا في اندية اخرى في الدوري الممتاز، وفي لعيبة طبعا سوبر زي مؤمن زكريا والشيخ وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات، لعيبة على اعلى مستوى راحوا قدموا مستويات جيدة في الكرة السعودية، كيف ترى عودتهم؟ أول حاجة عايز أقولها لك، عارف صالح جمعة وقع مننا ليه؟ لأن مفيش مدراء أعمال. لا يصلح إنه لاعب بموهبة صالح جمعة يقع مننا عشان سايبينه لنفسه. لا يجوز، وهذا ما يعمل عليه مجلس إدارة النادي الأهلي. الله تسقط موهبة بسبب إنه شاب، بسبب إنه مراهق. يا أخي إزاي تسيبه لنفسه؟ ابنك لو رجع لك الساعة 4 الصبح وانت اب وقلت له اتفضل روح مكان ما كنت يبقى خلصت عليه نعم. الاول يدخل وينام ويشرب اللبن ويصحى ثم نبدا في تعليمه اداب الاسره واداب عدم، مش هنقول الانحراف، ادم الدخول شمال مثلا نعم. او بدايه الدخول شمال. ومن ثم المواهب في كره القدم مش زي مزارع الفراخ، انا اسف يعني، في كل مزرعه دواجن كل فرخه بكتكوت، لكن في المواهب يصعب تكرارها. فلما يفيق يعني الزمن على النادي الاهلي بمواهب كثر ما نسيبش واحده تقع عشان مش عايزين نكلف مدير اعمال يقابلنا، نكلف واحد يمشي وراه، نكلف واحد يقول لك هو صغير. اه حضرتك ده ورقه ماليه بتاعت النادي الاهلي مش بس ورقه فنيه.
ويعني معلش ان انا عملت ده المدخل لاني ده ضمن ما يعمل عليه المجلس الحقيقه. حضرتك بتتكلم مش استحضار من عندي، منتهى الاحترافيه في منتهى الاهميه. ده ضمن ما يتم تعديله الان في كراسه شروط الكره الحمراء بقى صحه التسميه يعني. في كراسه شروط كده بتتعمل دلوقتي لايه؟ عشان تبقى في المنظومه الكرويه الحمراء، وبالتالي كل شيء خاضع لاعاده النظر فنيا. لكن مين من دول يرجع ومين لا، الحقيقه دي عايزه قدرات بقى لجنه الكوره. نعم. يعني لا تصلح في حوارنا، في حوارنا ممكن نرصد ان من المواهب الكثير. نعم. مؤمن زي ما قلنا وصالح واحمد الشيخ وغير بقى ناصر ماهر ومين تاني، في لعيب كمان حسين السيد وفي فوز الحناوي. لا بالنسبه للولاد الصغيره ناصر ماهر وحد كمان فوز الحناوي وفوز يعني لا هو بس دي عايزه بقى اللجنه مع الاداره الفنيه اللي هتقود. طيب وجهه نظرك عوده مؤمن مهمه جدا؟ اعتقد اه. نعم. اللي عايزه البيت يتحرم على الاحتراف، ما ينفعش في الاحتراف يعني. اعتقد ان لاعب بحجم مؤمن لازم يعني يبقى موجود طالما عقده موجود. اما بقى اللي يقول مش عايز الاهلي فعرفا ومبدئيا ومنهجيا باي باي مع السلام، ده موضوع تاني. طب هل حضرتك تتوقع عودة رمضان صبحي؟ والله ما أعلمه أنه يبقى حوار مفتوح، خاصة أن النادي نزل درجة تانية. نعم. إلى أن نزل نادي درجة تانية أو تأكد هبوطه في الـ 72 ساعة اللي فاتوا كان الكلام عبر محبين، يا ابني تيجي يا ابني أنت ما بتلعبش، محبين وسطاء بس مش سمسرة ولا وكلة، محبين سميها زي ما انت عايز. لكن بعد ال 72 ساعه دول ومن امبارح وتاكد هبوط فريقه، اعتقد انه هيبقى في عمل في الاتجاه ده ولو على سبيل الاعاره باذن الله. انا برضه عايز اهني مع حضرتك قبل الختام فريق سله السيدات انتهت المباراه 76 48 حتى فارق سكور قوي جدا على فريق نادي الشمس. فريق نادي الشمس فريق قوي جدا في كره السله السيدات. ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه امام سبورتنج هيبقى يوم الخميس، في حاله فوز النادي الاهلي نبارك له على بطوله الدوري هو الاخر في كره السله للسيدات، حاجه جميله جدا. طبعا ما هو بدات منظومه عمل، وزي ما قلت لك رغم ان النتائج حاجه تفرح لكن الأهلي لا يتعامل بمنطق تاجر التجزئة. نعم. الأهلي هو صانع وليس لا تاجر تجزئة ولا حتى تاجر جملة، ومن ثم الضوابط هي من تصنع هذه الانتصارات. ما أحلاها طبعا لما بتيجي من خلال السيستم، فطبعا مبروك على شعب الأهلي كل هذه البطولات. النهاردة إطار حلقتنا الضوابط لمنظومة الاحتراف، ده العنوان الحلقة النهاردة مع حضرتك. الله عليك. يعني عشان ألخص حوارنا كان مع حضرتك شيق للغايه الصراحه، استمتعت بحواري معاك ودايما ان شاء الله كده دايما ننتهز فرصه ان حضرتك موجود ونعمل معاك حوارات كده طويله. استاذنا الكبير استاذ عصام شلتوت بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك استاذ محمد وبشكر كل الجمهور واتمنى ابقى ضيف مش تقيل عليهم يعني. لا دايما كده تشرفت وتنورنا. بعد الفاصل مشاهدينا هينضم الينا اللاعبان اللي هيسافروا البطوله الدوريه في روسيا مواليد 2006، هيبقى محمد احمد سعد وياسين احمد العزبي مواليد 2006، هنشوف ونسمع كل كلامهم واملهم في هذه البطوله، ولكن بعد هذا الفاصل اوعى تروح بعيد عشان نادي الاهلي حديث.